نفس الحكايه مثلا حصلت مع يعني هيام عصام. دي طالبه في سنه خمسه ابتدائي في مدرسه غرب تيره اداره الحمول في كفر الشيخ. احنا الفيسبوك قال لنا ايه؟ التواصل الاجتماعي علينا قال لنا انه البنت فضلت عاقبوها بان هي بتنظف المدرسه وبعدين قفلوا عليها وسابوها ومشيت، فصرخت حد معدي يعني استنجدت بيه، وقف جاب الفراش بتاع المدرسه افتح لها، قال له لا مش هفتح لها، اللي يفتح ده حد بعينه. فبقت في ماساه. فلقينا ان الحقيقه اللي حصلت انه البنت نسيت كتاب الدين بتاعها فرجعت تاخده فقفلوا عليها وبعدين استغاثت بحد، فالراجل راح للفراش فطلعوه. كويس؟ في تقصير هنا؟ اه طبعا، يعني في تقصير هنا انه البنت نسيت الكتاب ورجعت تاخده فلقوا قفلوا المدرسه، ففي تقصير. اه في تقصير. خليني اسمع يعني جانب من هذا الموضوع من الاخ عصام والد الطالبه هيام. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا يا استاذ محمد. طمنا على هيام، انا عارف ان هي مرت بتجربه نفسيه صعبه جدا. والله من عارف يا فندم، وطبعا ما عادش عايزه تروح المدرسه كمان. اه منهاره جايين منهاره جامد، والنهارده برضو منهاره جامد برضو منهارة. طيب انا استاذ سام عايزك يعني تقول لي اللي حصل بالظبط من لسانها، لانه انت عارف في بعض الناس لان احنا همنا ايه؟ ان احنا نبقى عارفين الحقيقه على الارض بحيث ان احنا نبقى محملين مين المسؤول عن هذا الموضوع ويحاسب. طبعا يا استاذ محمد طبعا. ماشي. اللي حصل من لسانها اللي هي جرس المروحه ضرب. فطلعت روحت زي كل يوم طالعه يعني من المدرسه. وهي على السلم افتكرت ان اللي هي نفسها كتاب الدين. فرد يا استاذ محمد وراحت تجيب الكتاب الدين، جت لرد في الثاني لقيتهم مقفل البوابه. طبعا في الوقت دي ما عادش حد في المدرسه خالص. ولا استاذ ولا فراش ولا اي حد من المسؤولين. ماشي؟ فاستغاثت طبعا ساعه، طبعا هي فرحة طريق. الطريق طبعا عربيات وشكاتك و ام بي سي مصوره النهارده معاها ومتكلمه، وكانت هنا ولسه ماشيه من حوالي ساعتين تقريبا. ماشي؟ وراحوا المدرسه برضه وصوروا. طبعا في الوقت ما فيش ساعه ونص استغاث على واحد معدي رايح فرح اسمه عادل على الحي البنوبي مشكورا. المهم سمع صريخها وعيطها، المهم نط من على السور ودخل، ما عرفش يخش طبعا البوابه مقفوله من جوه. المهم ايه جوز طلاب مع معديين من قال لهم لو سمحت نقول لنا شاكوش من الدكان ده. فراحوا جابوا له شاكوش فعلا من الدكان من فريحه، وطبعا القفل مقفول من جوه. فادالها الشاكوش، ما ادالها الشاكوش باين فيه خرم في البوابه او حاجه زي كده. مدالها الشاكوش وقال لها هيام اخبط على الشاكوش تمام ما تكسريه. وما تخافيش يا بابا انا معاك اهو، انت بنتنا كلنا وما تخافيش من اي حاجه. طبعا في الوقت ده هو كان اتصل بالفراش اللي هو ايه في المدرسه. ضرب عليه قال له هات لي المفتاح وتعالى، قال له المفتاح مش معايا بستنى اما اضرب لك. المهم في الوقت ده خد له حوالي نص ساعه ولا ثلث ساعه اما جاب. قال له من غير المفتاح. قال له طب انت جاي لي من غير مفتاح تعمل ايه؟ ده بالبيت منهاره جوه وبتعيط زي ما انت شايف، بقى لها من ساعتين او ساعه ونص. طيب هقول لك يا استاذ صام، انت بتحمل دلوقتي او زي ما بنقول كده عايز حق هيام بنتك من مين؟ يعني مين مقصر في الموضوع؟ مين مقصر في الموضوع ده؟ هو اهمال في المدرسه كلها عامه، ما حملش حد الذنب. انا ما حملش، هو تقصير في المدرسه كلها، من استاذ من فراش من رئيس المدرسه من الكل عامه. طيب انا عايز حضرتك كده ايه يعني البنت برضو تدعمها كده نفسيا بشكل كبير ويعني وتحوطوها كده، ودي تجربه ممكن اي حد فينا يمر بيها. طبعًا وان شاء طبعًا الله ان شاء الله ربنا يحميها ان شاء الله. وانا بقى بقول ايه، يعني انا بشكرك طبعا يا استاذ عصام.
بقول انه احنا قدام هنا خطأ، البنت تحملت نفسيا، فعلى الاقل يعني يبقى في جهود لدعمها نفسيا الاول، وفي تقصير في المدرسة الناس تحاسب. بس انا كنت بدلل ايه على انه في قصة بتتعمل والقصة الحقيقية على الارض ليست كذلك.